السلام عليكم. اليوم راكم عرفتم كويزين، وان شاء الله راح نديروا وصفه سهله، هي لبولات بالدجاج والسلق، ولا يقول لهم سبانخ. حاصون فيهم الصدر تاع الدجاج رحيته، كل واحد واش عنده، اللي عنده نص يدير نص، ولا عنده صدر كامل يديره كامل. وكاين السلق السبانخ غليتهم وعصرتهم، وعندي الحميصه طايبه، وعندي البصل رحيته، وكاين المعدنوس، وكاين حبه بيض، وكاين زوج مغرفات تاع لا شابلور تاع الخبز ملحي، وكاين الملح، وكاين لي البهارات، كاين غارليك باودر، بابريكا، كمون، فلفل اسود، وكاين طوماطيش كونسونتري باس توميتو باس، وزدت معاه عندي بال بيبر فلفل الاحمر. اوكي دوكا بسم الله راح نديرو الزيت، نديرو 4 مغرفات، زوج، 3، 4، ونديرو هادي حبة بصل وحدة كبيرة، ندير النص منها والنص نخليه للدجاج. راح نقلي البصل مع الطوماطيش، ندير وحدة صغيرة ونزيد لها وحدة صغيرة تاع الفلفل، واللي ما عندوش الفلفل هدايا يدير وحدة كبيرة تاع الطوماطيش. دوكا راح نزيد عندي كمون، بابريكا، فلفل اسود، غارليك باودر، نزيدهم هنا، ونزيدو الملح. خلوهم مليح، والماء راني درتو يسخن. راح نمرق، ندير الماء نخلو هاد البصل شوية يدخل لطياب، البصل حاصل بالخف يطيب، الدجاج يطيب بالخف، ونخلو الدجاج. راح نزيد له البصل، درنا النص في لاصوص، ودوكا راح نزيدو لهنايا. دوكا نزيدو البهارات، كاين كمون، كاين غارليك باودر، بلاك بيبر، فلفل اسود، هكدا نزيدو الملح. اوكي ونزيدو لا شابلوغ و خبز ملحي، كندير زوج مغرفات، ونزيدو المعدنوس، ونزيدو هادو سبانخ ولا سلق، كنزيدو هادي حبة تاع البيض نكسروها. حاصل واحد يخلط بيدو باش يدخلو كامل السلق مليح، حيت بالمغرفة ما تخلطش مليح. حاصل هما اللي يحبهم حارين يزيد لهم شوية هريسة الجبنان، اللي يحب الحار، أنا نحب الهريسة. كان اللي يحب كان اللي يحب. نزيد لها شوية هريسة، نزيد لها شوية هريسة، واللي يحب فلاصوص يدير لي عندو يدير مرق الدجاج. أنا صدر شريتو هكداك البلون ما فيش بلا عظم، واللي ينحي دي زوزي يديرو هادوك تاع بلا عظم فلاصوص بالجبنينة. أنا خلطتو مليح، ودكا نغسل يدي ونولي. راح ندير الحميصة دكا، هاصون حميصة طايبة، الدجاج يطيب بالخف. دكا هكدايا ندورهم
راك تشوفوا ونرميهم بالعقل. تحبوا ديرهم كبار تحبوا ديرهم صغار. شوفوا بسم الله دوكا رانا كملناهم رميناهم كامل في لاصوص، ما نحركوهمش هما غير هكذا باش ما يتحلوش ونخلوهم يطيبوا. رانا خلصنا وجدناها، راكم تشوفوا فيها لي بوله تاع السلق والسبانخ بالدجاج حصون الحميصه، راهي تبان تشهي. واحد يجيب غير الخبز ويغطس وياكل حصون، واش نقول لكم الريحه راهي تشهي. وبصحتكم وبصحتنا والسلام عليكم.